كان زمانه في سنك قدك، بس من رحمة ربنا علي إنه خلاته وقامك، عشان كل ما أبص في وشك أبقى ببص في وشه. لا يا أبويا، أنت في حاجة تانية مضايقاك غير كده؟ مفيش حاجة مضايقاني وتعباني في الدنيا دي كلها غير إني سبيلة بنت بهية عايشة معايا هنا ببيتي. بهية كانت مرات أعز صديق لي، ولما مات حسيت إن سليلة بنته دي بنتي، خفت عليها من الدنيا، حسيت إنها ملزمة مني. في الأول كنت بحن عليها من بعيد، لغاية بهية أمها جت في يوم وقالت لي خلاص مش عايزين منك حاجة، عشان أنا خلاص مش قادرة أتحمل كلام الناس. فهمتني إن الناس مش سايباها في حالها عشان أنا بزورها وبصرف عليها. اتجوزتها عشان خفت عليها وعلى بنتها من كلام الناس ومن عينيهم، بس هي ما صنتش ده، الغيرة أكلت قلبها من أمك ودخلت البيت وهي في نيتها إنها تبقى فوق الكل هنا. أمك كحيلة الله يرحمها كانت عارفة إن بهية دي نار، غضب ربنا ونزل علينا، لكن أنا حسيت برضه إنها شر وإن في شيطان ساكن في البيت. هربتها وقلت خلاص ارتحت منها، كنتش واخد بالي إنها بترسم وبتخطط عشان ترجع البيت ده تاني، وإنت كنت أول الطريق. لما حست بالشرخ اللي بينك وبين صفية مراتك خدتك في حضنها وجوزتك سليلة، انت تحب اطردها لك؟ ما عادش ينفع ام ابنك، هنرميها والغلط اساسه انت.